5 لتر، وبشوف هنا ساعه ايقاف نشوف كم تستهلك. بسم الله. اخر واهم نصيحه مهمه جدا جدا، اليوم عندنا مضخه الماء كارشر، شريتها من ساكو ب 635 ريال تقريبا، قوة الضغط 140 بار. هذه K2، في K3 K4 K5 K7 هوم كيت طبعا اللي هي ملحقات معها. الآن نقوم بفتح الصندوق ونستعرضه معكم إن شاء الله. مواصفاتها طبعا استهلاك أقل ب 80% للماء، 80% أقل قوة، 80% قوة ضخ الماء. يوجد معها للمنزل، للأدوات، للفناء، للسيارات، متعددة الاستخدامات. مجموعة من الأوراق، الكتالوجات، أوراق التسجيل والضمان، ضمانها سنتين على فكرة، أنواع مختلفة. كارشر طبعا صناعة ألمانية للمضخات وللمكانس أو للشفط يعني. الحوش للأرضيات، بعدين ان شاء الله نشوفها، نستعرضها معاكم واستخدام نجربها ان شاء الله بعدين. هذا محل تنظيف كلينر بيتشو انديك، شيء جميل. انا اعتقد العجلات يمكن يبغى لها تركيب. هذه اليد او المضخات، الهوز او اللي، اللي 4 امتار في الطول. هذه عجلات ركبها الان ان شاء الله. هذا الان الوحده الاساسيه، ابدا من جديد. الان بعد التركيب الحمد لله ركبنا اللي، هذا المسدس نظام حماية، هذا زر الحماية أو ضمان احتاجنا طبعا لي نصف بوصة، هذا زي ما قلت منفذ للصابون. هنا الضغط العالي، هذا زر التشغيل، جهزناها الحمد لله. نحتاج توصيلها أيضا، هذه الذراع للتطويل فقط عشان الأرضية، ممكن تستغني عنها طبعا. تركيبها بكل بساطة، اضغط وتلفها بجهة اليسار باختصار، الضغط بعدين برم، بكل بساطة. هذه طبعا عشان الأرضية تريح، ممكن تستغني عنها طبعا. طريقة التشغيل سهلة جدا، تشغل الزر أول مرة، ومن هنا بسم الله على طول.
على الوضع السوفت او الخفيف. انا نحولها هارد. التعليمات المهمه، الضغط طبعا عالي عالي جدا لما تحط يدك. جربتها انا للاسف، مؤلمه جدا والله، كانها بتقطع اليد. تحذير في الكتيب التعليمات، ممنوع توجع على إنسان، على حيوانات، حتى طلاء السيارات يحذرك لازم تبعد 30 سنتي تقريبا من قوة الضغط. الذراع الثاني كان زي الرداء، هذا انتشار أوسع، انتشار بشكل دائري، كان زي الرداء يعني. هذه الثالثة، حطيت على الأرض متعمد ثلاث بقع زيت اللي هي واضحة، هنا الأولى، هنا الثانية، هناك الثالثة. هذا عشان السيارات المخفية. لما يجرب بعدات الأرضية، هنا التنظيف، وهنا بالضغط العالي، وهنا بالصابون محلول التنظيف. شوف هنا برضه، باقي في زيت شوي. خلينا نجرب الأداة الثانية، يعني الزيت فيه باقي شوي، شال معظم التراب لكن باقي فيه في شوية زيت مع التراب. نجرب الأداة الثانية، هذه الأداة الثانية مع ذراع التطويل زي ما انتم شايفين، أسهل أسهل الأرضية. نجرب بقعة الزيت نشوف. بسم الله، ما شاء الله تبارك الله، بدون أي قطرة صابون. نجرب مع الصابون بإذن الله. الآن ركبنا علبة الصابون زي ما شايفين، هذا اللي الخاص، نحطه في العلبة. أحب ألفت نظركم في بعضها أنواع، يجي علبة خاصة، علبة خاصة هنا تحط الصابون فيها، مد ما جاء في نفس الماكينة. بعضها يجي هنا ملحقات، تركب العلبة هنا في نفس اليد، أريح لك وأفضل. الملحقات طبعا لازم تشتريها من برا. جدير بالذكر، في ملحقات ثانية ممكن تشتريها، في فرش، في أنواع كثيرة يعني. أنا عجبتني لكن للأسف غير متوفرة. تحط علبة الصابون في نفس الذراع تكون أسهل. حاجة ثانية، عشان الصابون لازم الضغط يكون أقل شيء، ما تحطها على السوفت مش الهارد. نجرب الآن ونشوف. بسم الله، الآن حطينا المحلول، أنا خليناه على السوفت، أضعف ضغط، الضغط ضعيف جدا. ومن التعليمات توجه مباشرة على المكان يكون جاف بدون موي. جربت أنا، الرغوة ضعيفة شوي، بنوريكم الآن. بسم الله، حطينا الصابون، رغوة ضعيفة والصابون مثلا سائل وخفيف جدا. هذه الرغوة إذا واضحة ضعيفة جدا.
دقائق كم دقيقة بعدين نشطف إن شاء الله نجرب ونشوف. الآن وقت الشطف نشوف. بسم الله. للأسف في بواقي قليلة شوي من الزيت، تلاحظوا الصابون زي قلته بصراحة، ما في رغوة. وأنا أنت ما عرفت يعني اتبعت التعليمات، والعلبة خلصت في يمكن دقيقتين بس أو دقيقة حتى من الاستعمال المتوسط. فاشل، أو يمكن أنا ما عرفت استخدم الصابون، ما ينفع. حطيت فيري مع مويه، هذا طبعا ضد تعليمات الشركة وهذا على مسؤوليتي الشخصية. طلعت الرغوة أنسب لكن قليلة للأسف، وزي مغاسل السيارات. شايفين الرغوة أفضل أفضل أفضل، يعني ضعف المحلول الأصلي. يمكن أحسن بكثير. الفيري أفضل، فيري مع مويه. الآن وقت الاختبار الحقيقي. شوف المكان كيف تعمدت تخليه بدون تنظيف فترة طويلة. نختبر الضغط العالي، هذا الغرض اللي شريتها منه. حاجة مهمة طبعا، الضغط عالي جدا لكن من قريب كل ما بعد في المسافات البعيدة الرادار. يعني هذه يمكن مترين، تكون قريب متر الأفضل، والباقي رداد جميل جميل جدا زي الضباب. نظفنا طبعا الجدران الابواب، استخدمت طبعا جربتها داخل المنزل السيراميك، نظفت والله السيارات ما شاء الله ممتعة جدا، ممتعة وسهلة وفعالة بصراحة. طبعا من اهم استخداماتها هذه الماكينة للسيارات، غسيل السيارات. زي ما قلت يحذر انك تقرب 30 سنتي عشان البوي من قوة الضغط. الآن نجرب بس بالموية بدون الرغوة.
زي ما قلنا ضغط خفيف والآن مع صابون التنظيف الفيري. حلوة الرغوة، حلوة رغوة كويسة. ما شاء الله تبارك الله، إبداع إبداع وسهولة شديدة صراحة، ما شاء الله تبارك الله. شوف كيف كانت قبل والآن، شوف كيف ما شاء الله تبارك الله، أبدع ما يكون مراية ما شاء الله تبارك الله. واحدة من الأشياء اللي ودي أجربها، بجرب غسل الموكي أو السجادة، هذه السجادة نبغى نجرب الأداة هذه، نشوف. هذه فكرة من رأسي، هي موجودة في الكتالوج ولا موجودة يعني في، خلنا نجربها ونشوف نحكم. أول شيء نغرق بالموية. أفضل عشان نغرق نخلي الضغط صفت، ما نخليها الضغط الخفيف، هذا أفضل. الآن نحط الصابون، صابون الغسيل العادي. حطينا الصابون ونجرب هذه، بسم الله. ما شاء الله قوية والله. بعد ما خلصنا الغسيل الآن وقت الشطف بالضغط العالي. طلعت الصابون كله ما شاء الله من تحت، باقي في صابون لازم نعيد شوي. الله يعين. بعد ما تخلص الشطف
تلفها كذا عشان نعصرها وطلع فوقها شوية معلي. نعصرها والآن ننشرها. في من التعليمات طبعا لازم تفرغ الضغط. الضغط الآن المية مضغوطة جوا خلاص، بعد ما تطفيها الآن مقفلة خلاص. افتح المسدس شوية عشان تفرغ الضغط، باقي في ضغط شوي. خلاص الآن خلاص فرغت الضغط بعد ما تطفيها. طبعا ماكينة خارقة جميلة، صناعة ألمانية، ضغط حلو، عدة خيارات، حلوة الأرضيات، حلوة الجدران، حلوة الأبواب داخل المنزل، اشتغلت فيها ما شاء الله، حلوة للسيارات ما شاء الله، لل يعني كراسي، سياكل، اللي يخطر على بالك بأمان. جميلة زي ما تشاهد السيارات، موكيت أيضا، السجاد. وأتمنى يعني تكون تجربة جميلة. من الحاجات برضه سهولة الاستخدام، صراحة ممتعة ممتعة، بحيث إني أفرح إذا جيت أنظف. أتمنى يعني أي وقت أكون فاضي عشان أنظف، والله ممتعة جدا. صوتها يعني حلو، ليس كنت أفكر عالي جدا، لكن لا الصوت جميل، يعني إزعاج خفيف، ما هو شديد مرة. في سلبية وحيدة فقط، يعني كنت أتمنى المدى يكون طويل، يكون أريح لي يعني، بس كذا من بعيد اخلص شغلي. لا هنا لازم عشان يكون الضغط عالي لازم تكون قريب شوي، بس هذه هي. لو المدى بعيد يكون اعمل كذا ارتاح، لا هنا لا لازم تكون قريب وتكرر اكثر من مرة عشان تنظر. وما ندمت عليها، وصراحة عجبتني. وتم واحدة من الاشياء ممكن تسحب من السطر عادي خلاص، مو شرط موية الصنبور زي ما انتم شايفين. واضح ما شرط مويه جاري. الان نجرب استهلاك المياه، هذا 5 لتر، وبشوف هنا ساعة ايقاف نشوف كم تستهلك. بسم الله 5 لتر متى تخلص؟ ايوه 5 لتر خلصتها تقريبا في دقيقة ونص، يعني يمكن غسلنا نص السيارة، ممكن شطفنا نص السيارة، 10 لتر في 3 دقائق ممكن نقول تخلص. استهلاك حلو، اشوف انه حلو. يعني نجول اول حاجة تسوي في السيارة احسن تنظفها من جوا، استخدم المكنسة الكهربائية. طبعا هذا القطعة ما تنفع، لو احتجتها يعني براحتك، لكن هذه معقدة شوي. أحسن قطعة من هذه الثنتين، هذه ولا هذه. بصراحة أنا كنت أول أركب زي ما أقول لك القطعة هنا وأشتغل، حلو، كان معقد الشغل جدا معقد، لين انتبهت كنت مفهي صراحة، لين انتبهت بعدين هذا الماسورة تشيلها. بعد فترة طويلة صراحة، وهذه متعبة، تشيل هذه وتركب الوصلة في اللي على طول كذا، صار أسهل تدخل. فما أدري فين كان عقلي صراحة. عندك برضه إذا احتجت هذا سائل وزاز، وهذه نشف الداخلية تمسح، وهذه فرشاة لتحات التكييف مثلا ولا أماكن الصالة. بس كذا باختصار، لا تنسى طبعا الفتحات الداخلية من هنا، الحواف، هذا ضمن الغسيل الداخلي، وبعدين نغسلها من برا إن شاء الله.
اللعبة الخارجية هذه جيدة جدا. طبعا شريتها من النت 30 ريال تقريبا. لها مستويات زي ما انتم شايفين. توسع وتضيق مساحة الرش. التدفق والصوبة. هذه حجمها 750 ملي. أفضل من اللي في الماكينة نفسها. هذه الخارجية أنصحك تشتريها. أو إذا اشتريت لازم يكون هذه متوفر. هذه أفضل. المحاليل في هذا محلول كارشر نفسه. جميل جدا. والاقتصاد يعني هذه 5 لتر بسعر حلو. في شركات ثانية لو حبيت. هذا أبر وهذا مع الواكس مع الشمع. لكن ملاحظ هذا يخلص بسرعة. الثاني كارشر ما يخلص. يطول أكثر. أحس كارشر يعني يوفر أفضل. حبيته طبعا تقريبا 100 ملي بس سائل. ويكفي وزيادة. الحين نشوف مع بعض. طيب عشان تغسل السيارة عندك طريقتين. عشان تغسل السيارة عندك طريقتين. في طريقة سهلة لين تكسل ترش بالمويه السيارة كلها بعدين تحط الصابون المحلول بعدين تشطف على السريع وخلاص. هذه إذا مستعجل. الطريقة الثانية الصحيحة تشطف أول غبار البقايا تغسل السيارة أول بالماكينة بعدين تحط الصابون. بعد ما تحط الصابون عندك سفنجة عندك هذه حلوة أو منشفة عادية لازم تنظف بيدك أحسن تدعك الصابون مظبوط. بعد ما تخلص يكون عندك سطر مويه نظيف. سطر مويه نظيف. تشطف هذا فيه عشان بقايا التراب ما يخدش السيارة مرة ثانية. وبعدين ترجع تفرك السيارة. بعدين تنظف سطر المويه النظيف وبسم الله. بعد ما تخلص تشطف بالمكينة. تشطف الصابون كل. بعد ما تخلص عشان بقايا المويه يبقى لون أبيض وأملاح كذا. هذه منشفة للتنشيف. حجمها كبير هذه حلو. هذه الطريقة الصحيحة. بعدين في حاجة اختيارية لو حبيت تحط شمع أو الواكس تشمع السيارة. هذه الطريقة الصحيحة تتعبك شوية لكن صدقوني متعة لو تجرب وتشغل نفسك يا أخي بدل ما أنت جالس. يلا نجرب مع بعض. الآن نشطف الصابون خلاص. آخر شيء طبعا التنشيف. آخر وأهم نصيحة مهمة جدا لازم نلاقي عليكم طويل اللي الضغط هذا. هذا طوله 3 متر عقدني يعني صراحة طفشني. يشوف السيارة في الكفر وعندك هنا السلك وعندك هنا اللي المون شايفين التعقيد. خذ لك اللي هذا اللي الضغط لو لقيت مكينة سواء كارشر أو غيرها اللي قصير ما تسوى 50 ريال صراحة. هذه أهم نقطة. اللي هذا لازم يكون طويل عشان توقف هناك بعيد وتشتغل براحتك. هذه عقدتني وقفت التصوير اكثر مره. فهذه اهم نصيحه بالنسبه للماكينه. رائعه من جميع النواحي
وفي لي اختياري لكن غالي صراحه، فيه لي اطول بس ما يجي معاها من المصنع، تشتري من برا. الله يعطيكم العافيه، شكرا لكم جميعا.